بنشكر إدارة المهرجان على اختيارها لي أنا في شخصي كزياد غرسة باش نفتتح المهرجان العريق مهرجان صفاقس وما أدراك ما مهرجان صفاقس، ولكن كذلك يظهر لي وجودي كاين وجود الفنانين التوانسة الكل. عندي علاقة حب كبيرة ياسر بصفاقس معناها، والدليل على ذلك ديما متواجد سواء في الحفلات الخاصة أو في الحفلات العامة في صفاقس، يعني جمهور فنان ياسر والعائلات الكل العائلات، ما فماش عائلة ما فيهاش ناس تعزف ناس تغني، يعني ميالين للطرب ميالين للأنواع الكل متاع الموسيقى، ولكن مازال الخير في صفاقس بالكدا 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 بالكدا، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وديما فرحانين إن شاء الله. جمهور عمره ما ينسى الفن نتاعو الأصيل والفن التونسي، وأكبر دليل هاو اليوم تشوفوا كيفاش يعني التفاعل من قديم الزمان، هذاك هو راه تونس تستقبل الناس، ولكن الأولوية ديما ديما لأولادها. ندخل مع الناس يعني بصفة كبيرة ياسر، والحق ان انا نحس فما نظافة كبيرة ياسر في الـ في الـ في الاستماع وفي الـ في الـ الحمد لله يا ربي مازالت الدنيا بخير. إذا كان ما نجموش نستثمروا في الثقافة فهي خيبة المسعى. بالي وعجبوا باثنين، حكيت لها باللي جرالي ما غمضنا عين،
أول ليل بريد البيا، أول ليل بريد البيا، وعجبوا الفيلم سمية، وعجبوا الفيلم سمية، الركزة والشركة والريحية يسوى ومليونين، حنتها كحلة زنجية وخلخال بورطلين.